مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري؟ دي ليها ظروف ودي ليها ظروف. المديرين يعني الفنيين المصريين بكلم حاجه بصراحه برضو بتكلم معاهم كلهم اصحابي نفسهم ياخدوا فرصه، يعني بيقولوا احنا نقدر نعمل ده بالذات في اخفاق الاخير مع مديرين فنيين اجانب. لكن الدكتور سامح حمدي النهارده هو بيختار لمصر في المرحله اللي جايه مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري وايه بالظبط؟ لا انا مش هقدر اختار لسبب ان احنا الفتره بتاعتنا ما فيهاش اي نشاط للفريق الاول المنتخب خالص لغايه 12/2020 اول بطوله للمنتخب المصري. فبالتالي انا مش مطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب مدرب منتخب مصر ولا اجيب مصري ولا اجيب مدرب اجنبي لسبب بسيط ان انا مش هينتظم في معسكرات مش هينتظم في حاجه. فبالتالي الدور ده المنوط بيه هتبقى ان شاء الله اللي هي مجلس الاداره اللي هينتخب جديد. اللي هينتخب جديد مش مجلس الاداره بقياده الدكتور سامح حمدي هينزل الانتخابات عشان بس نوضحها للناس. لا اصل حضرتك شرط من شروط اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد هي ان احنا كلنا مضينا اقرار بان احنا لن يحق لنا نزول الانتخابات القادمه. الملف في 9 شهور في لوائح لكن بالزبط. اكيد بنحضر للسيزون الجديد اكيد. فالدكتور سامح حمدي شايف الملفات دي عنده ملفات شائكه ايه بالظبط في الاتحاد المصري غير ملف اللي هو اعاده الهيكله مره اخرى او التخطيط او الدراسه لمشروع بتاع اللائحه يعني تصور اللائحه؟ انا هقول لحضرتك تصوري يعني انا تصوري مبدئيا ان اتحاد الكره الطايره ده قائم على لجنتين مهمين جدا كويس، لجنه المسابقات ولجنه الحكام. تمام. لجنه المسابقات مش هيبقى فيه مسابقات مش هيبقى الحكام مين هيحكم دول مهمين جدا دول بعد كده طبعا كويس دول مهمين جدا لازم هيدرسوا كويس قوي وان شاء الله باذن الله هنقدر يعني نشوف ايه الاخطاء وايه العيوب اللي ممكن نتلافاها.